يعني الآن الشيخ في أفريقيا عندنا والله أعلم هدفين، هدف الدعاة وهدف الدعوة، صحيح شيخ؟ صحيح. يعني الذي يرغب الذهاب إلى هذه البلاد لابد يعني يجعل من وقته نصيبا للدعاة، تأهيل الدعاة على التعليم على كذا، كفالة الدعاة الدباب كذا، وجزء الثاني للدعوة. والله سبحانه وتعالى يبارك في الأوقات، يعني ما يهتم بجانب وتغافل آخر. صحيح. طيب يا شيخ تركب أنت الدبابة ولا؟ أركب. نعم. كيف تركب؟ لأن في بعض المناطق الشيخ يعني بعض الدعاة عندنا تقول له والله يعني أركب دبابة، يقول له ما أركب. بس ما سوق أنا. ما هو مشكلة. أيوة ما. أنا أسوق عادي، بس أنا هذه ما يعني من زمان كنت أسوق. الدبابة هذه يسموها هي. الركشة. الركشة. أيوة. لا في عندهم دراجة أبو ثلاث كفرات هذه. يقولوا لها بص بص هم. التوك توك. لا التوك توك اللي هو الدباب. أيوة. هذا زي التاكسي. أيوة. لا في دراجة، دراجة هوائية يعني بالرجل. أيوة بعد هذه أسهل، أنا ركبت الدباب تركب هذه. أنا أعرف يعني هذه وسائل المواصلات. أيوة. عندهم. لا المشكلة ما هو قضية طرق، يعني أحيانا يكون طريق السيارة موجود لكن مع الأمطار تغلق. أيه؟ تغلق. ما أنا كان عندي سفر رحلة. نعم. وقالوا في قرية نبغى نروح لها بس ما نقدر نروح لها إلا بدباب ونرجع المدينة بالسيارة. بالسيارة. يعني نصل المنطقة. تمام. طيب والله يوم وصلنا لهذا ورحنا بالدباب، يوم إحنا قاعدين في القرية هذه نتكلم إلا يقول الإخوان ترى عجل المطر جاي. ها المطر جاي. أيوة. والله ما خلصنا شوي يعني كمان عجلنا بالكلام اللي وجينا مطر. خلاص. أيوة. ما في سيارة. ما في سيارة أصلاً هي الأول إحنا جايين دبار. لكن كان مشكلة معي جوازي وأغراضي حطيتها كلها في كيس وقلنا بسم الله. بسم الله. ورحنا بالدبار. ويوم جينا الإخوان وإحنا متروشين وحالنا حالة بس السيارة ما تتحرك. الحمد لله. أيوة. والمشكلة عندي رحلة يعني لا بد أمشي لا بد أروح أرجع دباب قلت يلا كملوا بالدباب الحمد لله فلا بد منها صحيح